السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. هذا الفيديو فيه جلد كتير، فيه حماس كتير. نزلنا حاويات جورج بول، مثل ما بتعرفوا دائما حاويات جورج بول ملوك الحاويات نحن، طبعا بكل تواضع بالتواضع، ما نحن مو. فالمهم فجبنا لكم هذا الفيديو. صار فيه مواجهات كتير، لقينا 4 فليرغانات ضربنا عليهم وجونا سكوادات، فكان فيه مواجهات كتير حلوة. هجمنا على السكول هنيك، واجهت سكواد ومن وراء حتى السكواد اللي انا واجهتهم بالحاويات، وظلوا يتابعوني لحتى اخر الجيم، والكل يعطوني باند ابلاغات 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 انه شو انا هاكر، كيف استخدم سكوب 6 على البيكيسي وعلى القروزة وعلى اكام. فصاروا ينادوني يحكوا مع جماعتي على انه انا رقم اول هاكر. فكان في مواجهات كتير حلوة وفي عدد كلات حلوة. فأتمنى يعجبكم الفيديو. إذا كنت أول مرة عم تتابعني، لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس لتشوف كل فيديوهاتنا الجديدة وكل فيديوهاتنا السابقة. وهلا بترككم مع الفيديو، مشاهدة ممتعة والسلام عليكم. عشان كي تتدمر اعرف اهرمان هنا انا اصبر، صرت ثواني راح اموت من تفجر الرمانة، من تشوفني على الطيارة اطلع برا اوف الجيم لورد تتدمر عاد انزل حويات باع الايم، تنزل سولو يمسك وادك عاد مين، ما تفرق واحد او اربعة دايم ايم يسحل يحرك لنفور بيدي صوت اجرب فيها امثالك محلاك امتنك اتدلع جمالك شايفك قدامي بوت او دايم جاي تواجه اسيادك. فكوا حالكم انزلوا على الحاويات يا الله. لك شو بدي فك حالي، ما انت انا عندي الحاويات لسه ما فتحت. ام 16 واحد بالهنجر، ديروا بالكم سكواد بالهنجر، سكواد بالهنجر اجوا على الحاويات. يس عندي اجوا، دير بالك معه شو اسمه الاكيم الثاني. لو معي ستاتلس يا شباب، هذاك كيل ابو السلاح جوا الهنجر اللي بالنص. تعالوا معي تعالوا معي، في واحد قدامك دير بالك، الهنجر اللي يمينك كمان في اثنين ما عنده سلاح؟ عنده حطيت ام 16. ايش كان؟ انميز اهيد. كيلات كيلات. نقعد لك. كانوا يجون الثاني. الشريط اكيد راح يصير لك ناس في الحاويات. لا لا عندي ما اعلم شيء. اخذ فايتين بعضهم. بش 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 واحد كيل. بش 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 يلا معك. بيان واحد ليش؟ كفو كفو. فيهم فور معه. ما هذا الشيء الغير اوكي. تعال خذ سكوب 6 تعال. يلا جيتك. وسكوب 8 كمان. كفو وحش. فخامة اوكي يا زلمة. ترحم. ام 24 هون بدك؟ معي معي. انا اول ما نزلت شلت 24.
نطلع لفوق لانه لقيت قنبلة هنيك، راح اشيل القنبلة. اللي شال 24 اعطيه سكوب 4. وين السكوب؟ بالصندوق كان، بهذاك الصندوق، وسكوب 4 هون. شو صار؟ ايش ما عم يشيل؟ ابنك اوف 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 هذا ابنك عم بنتك عم تبكي. بنتي اي والله بنتي ما بعرف شو قصته. لك طيب يا زلمة لا تشكي لي، ببكي لك يا زلمة. هذا كمان ما بعرف شو قصته ابني، على طول عم يبكي، على طول بكي 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 بكي. صحيح دليل دليل دليل. في انت وين سكوب 4؟ حطيت هنيك شير. هاي فلير ثاني. حدا ياخذ درع خوذة بالدروب، انا لقيت درع خوذة. شباب صاروا فليرين، رح يجينا عالم. هاي فلير ثالث. بس بدي ذخيرة ام كي. هاي فلير رابع. لك لا معي فليرته. شو صار؟ لا معلق عندي قهرمان في اوم اوم. يلا معبى فليرات يا الله. سكوب 8 سكوب 8 عندي، شيله. في جروزا كمان. جيتك رح يجينا عالم، يمكن في باقي جاي. ما صوت الطيار. اربع فليرات رجعوا. هيا قال لك يا الله، انا مو شايل ام. واحد نوك. الهنجر مو؟ يلا قنبلة. كيف ابلع. بس اخيرا كفو كيلات. كفو تعو فليرات تجو، تعو فليرات تجو. فيو بكيسة. لما انفجرت فينا. ادخلوا على البيت. اخذ بودي. تطلع من الدرج. من وين؟ واحد من عندنا واحد من عنده. ورا السور ورا السور ورا السور. اي سور؟ اللي قدامنا. انميز اهيد. ايه هذاك ما مات، لحقوه. كابوس فنش لي على السطح. ايه ورا السور. حطيت
قصور نوب فيك تنزل لورا بس. وين ورا؟ ده شو ورا؟ ورا السور هو، انا ورا البيت. خليه خليه هو. ورا البيت نوك انا. انت نوك. يلا شيلو له شيلو. اللي ورا السور نوك. ايه عم يشلفوا لنا قنابل. قنابل عمير بقنابل. هو واحد جاي على البناية القريبة. دير بالك رحمن دير بالك. وين هذا؟ بالبيت. لا لك. عند الباص. آه خليني أعبي دمي. ما بعرف اللي ورا السور. لا قنبلتي 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 ارجع. لكن اجوا اجوا ورا السور اجوا ورا السور. دمج كثير هاد. انا ما ضل عندي درع. كفو. وين هن؟ ورا السور نورت واحد. قنبله. نورت واحد صار. كيلات وينو هات؟ شو بس هات لجوا لجوا هذا سكواد تاني. استغفر الله. هذا هاك دير روح على اللوبي روح روح حبيبي روح روح على اللوبي روح على اللوبي على اللوبي. انت المنواب اسمع انت المنواب ايه كمبرشيه منواب. روح روح شوف شوف اسمع 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 روح روح شوف حالك روح شوف حالك على اليوتيوب ايه روح شوف متك على اليوتيوب ايه روح ما خلينا نروح بس بدنا السيارة سيارتنا مضروبة سيارته هنيك فوق روح طعن. شوف مقطع تبعك على اليوتيوب حبيبي يا عندك طلق أم ولا أعطيك؟ لا ما شلت أم أنا شيل أم بعطيك طلق اسمعني روح شوف الفيديو على اليوتيوب إيه بس نطلع من الزوم زوم سيارة معي شوف شلون متت روح شوف حالك روح يا منواب روح شوف حالك بعدين إيه انتم منواب ما بتعرفوا تلعبوا لا تسووا حالكم ليش مين ميت مين ميت مين ميت انا نحن ولا هن هذول لا لك هذول سكواد ايه ايه قول لهم قول لهم نحن ميتين ولا انتم ميتين لك عوفك منهم يا زلمه عوفك منهم عوفك منهم مثلا والله بيلعبوا ما بيعرفوا شو معنى كلمه منواب مين النوب مين اللعيب قول ما انتم اللي متمون احنا هاي السيارة مو كانت لنا ايه ايه عم نسمعك ايه احكي ايه انا اللي فنشت هلا ايه ايه انا رقم ثلاثة حبيبي هذا الرقم واحد يوتيوبر عم يلعب على الايباد تمام اسمع 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 شيار سكوب 6 على البيكيسي اسمع شيار انا بستعمل سكوب 6 اضرب اضرب شو اسمه بالكيلر مشان تسوق عني بدي اضرب انا كمان بس اخذ درع وانا كمان بلعب سكوب 6 على البيكيسي حبيبي اسمع اسمع ضبط قدامك سكواد قهرمان بدكم واحد لا توقف خلص مهندس جار 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 زين السيارة فجروها ياخذ كفر ورشيه واحد يمين قهرمان واحد يمين انميز اهيد تعال شير 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 خليك خليك روح لعنده روح لعنده
شوف خلي كرة دولة واحد على يمين كمان دير بالك من ورا شجرة هذا راح يجيبنا من ورا السيارة حبيبي مو بك سكو ستة عم نستعمل اي كي ام على سكو ستة ايش بيك معور انتم منوب والله ما بتعرفوا تلعبوا انتم لا 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 يسارك يمينك لا 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 هي 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 كيلو كفو هنشوف هو من جماعتهم راح لهنيك عادي ايه ايه هذا هو يتفنش لحاله هذا اللي اول نزلني مو لا شيلهم شيلهم اللي ورا الصخرة فوق اول شيء نزله اي واحد نوك اللي فوق بعيان عند الصخرة ايوه هذا البعيان لا كفو تعال معي تحت بش 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 شارع اليسار شارع اليسار روح اي مع يسار شو انت طرمان اي مع يمين عاش ايدك عاش ايدك رادار يا منواب اسمع ليكو كابو شير شير جاي من هون يا منواب يا منواب واحد اذا انتم ما لكم منواب راح تعرفوا تكتيك اللعبه اسمع لك انتم المنواب شو بعملكم يعني لك انميز اهيد ضربت واحد بس ما عندي سنايبر انا كفو كنت المنواب ما تعرفوا تلعبوا كفو ضربته اوم وانت نزلته بالسلاح كفو كنت المنواب اقسم بالله انت المنواب في لحظه في باقي جمنا في واحد مكمبر عندك موه ورا عند الصخره موه شوف شوف عند الصخره اه تحت كبسه عند الصخره عند الصخره عند الصخره دير بالك منه دير بالك وينه ليك جسس اه ليك ميت 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 روح كمل 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 ما في شايلينه هذول هذا هو اتعليهم ايش شايلينه فيو بكيس شير عندي بكيس والله تعال بقى عندنا اربعه تعجل خمس ثواني عندك الزون خمس ثواني معنا سياره اعطيه اسم القناه اعطيهم اسم القناه اعطيهم حرام لك عوفك منهم يا زلمه اعطيهم خليهم يشتركوا خليهم يشتركوا يشوفوا موتتهم ليكو 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 اثنين فوت كفر الشيار فوت كفر كم مفتوح كفو ورا الصخره ورا الصخره عم تشاهد فتش الهومي اسمع اللي بالعام عم تشاهد فتش الهومي الثاني ورا الصخره الثاني ورا الصخره شاهد صاحبه ورا الصخره ورا الصخره عم يشيل صاحبه ايه قنبله راح يشيله خلاص وات كفر شوف اذا عم تشاهد فهد شلهومي نحن عنا ديا شوف عنا اعلان عند فهد شلهومي ورا الصخره الاولانيه يلا رنوا لا الشارع عندك قنبله بش بش راح يشيل
يا فوق على اللوبي يلا كلات جي جي. اذا عم تشوف هذا شلهم يا حبيبي، نحن عندنا في رد فعل تبع شلهم على قائد السكواد تبعنا اسمه قهرمان كردي، يوتيوبري واسم القناه اسم القناه قهرمان كردي حبيبي. خليني اسمع، قل له بعط له اضافه، بعط له اضافه شباب. شو شو شيار، اعطيه رقصه قهرمان كردي. يلا حبيبي وشوفوا شوف الرد فعل تبع فهد الشلهومي كمان. اوكي ونحسم اسم القناه قهرمان كردي. قلنا لك رقصه واحده يا ول.